في عام من الأعوام قمت بتأدية فريضة الحج متمتعا بالعمرة وأديت العمرة كاملة، ثم تحللت منها وأحرمت بالحج من مكة وتوجهت إلى منى وقمت بتأدية مناسك الحج كاملة من مبيت ووقوف بعرفة ورمي الجمرات وحلق ونحوها. وكان برفقتي أحد طلاب العلم فأرشدني إلى أن أقوم بتأدية طواف الإفاضة في اليوم الثاني بعد العيد لكي يكون طواف إفاضة وطواف وداع في عام واحد. وفعلا توجهت إلى مكة في اليوم الثاني وأديت الطواف، وانصرفنا من مكة راجعين إلى بلدنا. وبعد فترة من الزمن جاءني سؤال: هل أديت السعي أم لا؟ سؤالي: هل حجي كاملا في حالة هذا الشخص؟ وهل هو كامل إذا لم أقم بتأدية السعي؟ وماذا يلزمني لكي يكون حجي كاملا؟ هل أعيد الحج أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. أما ما أشرت إليه من أن طواف الإفاضة يجزي عن طواف الوداع فهذا صحيح، طواف الإفاضة يجزي عن طواف الوداع بشرط أن يكون آخر شيء من أعمالك بحيث تسافر بعده، لأنه يصدق عليك أنه آخر أهلك في البيت. فإذا أخرت طواف الإفاضة وطفته عند السفر بنية الإفاضة فإنه يغني عن الوداع. أما ما ذكرت من الشك في السعي فهذا إذا كان يغلب على ظنك أنك لم تسعى فإنه يجب عليك إلى مكة والإتمام بالسعي عن هذا الحج الماضي. وإذا حصل منك إمام لزوجتك في هذه الفترة فإنه يجب عليك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء هناك مع أدائك السعي. أما إذا كان هذا الذي عرض لك مجرد وسواس أو تشكك فلا تلتفت إليه، لأن الشك بعد العبادة أو بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر إلا إذا بلغ مبلغ غلبك الظن. جزاكم الله خيرا. إذن السعي لا يجزي عنه فدية ولا شيء بعد، لا، السعي ركن من أركان الحج لا بد منه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.